السلام عليكم، معكم رايدي مهنا مهندس كهربائي من شركة ILF. بديت عالم الرياضي في انتر بلس منذ 8 شهور. اتعرفت على النادي عن طريق الانستغرام، كان في برموت عن النادي، فكان افتتاح حقه في جدة تقريبا شهر ونص عشان يفتح في جدة. عبيت بياناتي فيها صراحة، وكان من أفضل القرارات أخذتها إني سجلت في النادي هذا. موتيفيشن عالي، تحفيز عالي، سبورت عالي من المدربين، من الأعضاء في النادي، كان شيء جميل جدا صراحة. قبل انضمام نادي انتيبا بلس دخلت نوادي في السعودية، وللأمانة جميع النوادي اللي دخلتها في السعودية غير متوفر عندهم التحفيز ولا الدعم للشخص عشان ينحف. أول ما دخلت انتيبا بلس لقيت عندهم البيئة المناسبة والتحفيز لخسارة الوزن. خلال انضمامي نادي انتيبا بلس لقيت التحفيز العالي من المدربين والأعضاء والناس الموجودة في النادي، وعندهم كلاسات متنوعة من البوكسينج والانتيبرت فيت والكروسفيت. خلال 8 شهور والتزام بحصتي الرياضية والأكل الصحي حققت هدفي وخسارة 47 كيلو. نصيحة للجميع، مهما كان مستواك أو كنت متخوف، تعال النادي انتيبا بلس وتلقى التحفيز من الجميع عشان تحقق أهدافك.